تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع جنوبي العاصمة الخرطوم وسط مخاوف من تصعيد كبير في السودان بعد تعليق الجيش مشاركته في محادثات جدة. وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بسماع يدوي انفجارات عنيفة وأصوات أسلحة ثقيلة شمال أم درمان غرب العاصمة الخرطوم. وذكر شهود عيان أن منطقة جنوب الخرطوم شهدت تحليقا مكثفا للطيران العسكري. وتأتي الاشتباكات بعد يوم دام أمس الأربعاء أسفر عن سقوط 17 قتيلا وإصابة 106 أشخاص جراء قصف عنيف بمنطقة مايو جنوب العاصمة الخرطوم بحسب نقابة أطباء السودان. وكان الجيش السوداني قد أعلن مساء الأربعاء تعليق مباحثات جدة بسبب ما أسماه بعدم التزام قوات الدعم السريع بتنفيذ بنود الاتفاق واستمرار الخروقات. من جهتها أدانت قوات الدعم السريع ما وصفته بالهجوم المدفعي العشوائي والقصف بالطيران لقوات من سمتهم بالانقلابيين على حي مايو جنوب الخرطوم، ما تسبب في مقتل 18 مدنيا وإصابة أكثر من 106 آخرين، وذلك بحسب إحصاء الدعم السريع الذي قال في بيانه إن الفظائع التي ترتكبها قوات الانقلابيين ضد المواطنين تمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني بحسب البيان. وأعلنت قوات الدعم السريع عن التضامن مع ضحايا القصف العشوائي داعيا المنظمات الإقليمية والدولية لإدانة هذه الممارسات. في سياق أعلنت واشنطن حزمة عقوبات اقتصادية وقيود على التأشيرات بحق شخصيات وكيانات تابعة للجيش السوداني والدعم السريع ردا على خرق الطرفين للهدنة وعدم الوفاء بالتزاماتهما في محادثات جدة. وأعلن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي فرض قيود على التأشيرات على أفراد محددين في السودان. وبحسب الخارجية الأمريكية شملت العقوبات شركة منظومة الصناعات الدفاعية التي تديرها الدولة وتنتج معدات وأسلحة للجيش السوداني وشركة سودان ماستر تكنولوجي لدورها في دعم شركات إنتاج أسلحة ومركبات للجيش وشركة الجنيد وهي شركة تعدين للذهب التابعة للقوات الدعم السريع وتشغل سلسلة من المناجم في منطقة دارفور، وتستخدم إيرادات هذه المناجم لشراء معدات لقوات الدعم السريع، فضلا عن عقوبات على شركة تريدف للتجارة العامة التي تستخدمها قوات الدعم السريع لشراء معدات لقواتها. كما وفرضت واشنطن أيضا قيودا على التأشيرات على شخصيات تشمل مسؤولين من الجيش السوداني والدعم السريع وقادة من نظام البشير. وكان بلينكين قد حذر من أن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات بحق قائدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد انهيار هدنة رعتها الولايات المتحدة. وقال بلينكين للصحفيين في أوسلو إن الولايات المتحدة تنظر في خطوات يمكننا اتخاذها لتوضيح وجهات نظرنا حيال أي زعماء يقودون السودان في الاتجاه الخاطئ. انهمكنا على نحو مكثف للوصول لوقف لإطلاق النار وقد فعلنا ذلك، لم يكن مثاليا ومددناه عدة مرات، وقد عززنا من المادة المرتبطة بتوفير المساعدات الإنسانية، ولكن وقف إطلاق النار هش وليس مستمرا، وهنالك انتهاك لالتزام الطرفين من قبل الطرفين إزاء الهدنة، وهذا طبعا ليس الاتجاه الصحيح، وهذا بالطبع لا يصب في مصلحة الشعب السوداني. سوف نستمر في الانهماك في هذا الملف، وفي ذات الوقت سوف ننظر في احتمالية اتخاذ خطوات من جانبنا لكي نوضح آراءنا بشأن أي زعيم يريد للسودان أن تنتحل منتحلا خاطئا بما في ذلك
استدامة العنف ومن خلال انتهاك الهدنة التي التزمت الأطراف بها، وهذا ما نركز عليه الآن. في السياق قال جاك سوليفان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، قال إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية وقيودا على التأشيرات على جهات سودانية فاعلة تكرس العنف. وأوضح سوليفان في بيان صدر اليوم الخميس أن العقوبات تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان. سودانيا أيضا طالبت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي بالسودان طالبت طرفي الحرب باستكمال مباحثات جدة دون توقف أو تعطيل بكل صدق وجدية. ونشد بيان للمجلس المركزي الجيش والدعم السريع بالوصول لوقف شامل ودائم لإطلاق النار ينهي هذه الحرب بشكل نهائي. واستنكر البيان تزايد سقوط القتلى واستهداف الضحايا المدنيين في الجنينة والفشر وزالنجي ونيالا والأبيض والخرطوم. وأدان البيان الانتهاكات تجاه المدنيين بما في ذلك اعتقالهم وخروقات الهدن وعدم الالتزام بها باستمرار الاشتباكات بين الطرفين خلالها. مزيد من التفاصيل عن التطورات في السودان ينضم إلينا مباشرة من الخرطوم الزميل محمد عمر. إذن محمد، تجددت الاشتباكات العنيفة مرة أخرى بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، ما هي آخر التطورات حتى اللحظة؟ نعم، آخر التطورات هي أصوات الرصاص التي نستمع إليها أو استمعنا إليها قبل قليل بمنطقة الرياض شرق العاصمة الخرطوم، ونشاهد أعمدة الدخان تتصاعد من أحد المباني بهذه المنطقة. كذلك هذه المنطقة التي شهدت هدوءا نسبيا في هذا اليوم، خصوصا الأحياء الشرقية الجنوبية الشرقية وكذلك الأحياء الجنوبية الغربية للعاصمة، كما شهدت كذلك حركة طفيفة لبعض المواطنين في مختلف المناطق وهم يحاولون قضاء حاجياتهم اليومية. أما في منطقة جنوب العاصمة بالقرب من سلاح المدرعات فشهدت اشتباكات عنيفة بين الطرفين بمناطق العشرة وكذلك جبرة وأيضا بشارع الغابة بمناطق اللاماب والجوز والحل الجديدة، وبالقرب من منطقة صك العملة ومنطقة السوق العربي في قلب العاصمة، حيث سمعت دوي انفجارات عنيفة في هذه المنطقة كذلك القريبة من القصر الرئاسي في وسط العاصمة. أم درمان أيضا شهدت اشتباكات عصر هذا اليوم بالأحياء الجنوبية، أحياء الافتحاب وأبو سعد وكذلك المهندسين ومنطقة صالحة أقصى جنوب أم درمان، حيث سمعت أصوات أسلحة ثقيلة في هذه المنطقة. ذات الأمر كان كذلك بمنطقة كرري شمال أم درمان، حيث أفاد شهود عيان عن سماع أيضا لأصوات مدفعية ثقيلة وتحليقا للطيران الحربي كذلك الذي حلق بكثافة في هذا اليوم جنوبي العاصمة وتحديدا بمنطقة طيبة الحسناب التي شهدت كذلك اشتباكات بين الطرفين. يمكن أن نقول حياة أن هذا اليوم كان أهدأ من يوم الأمس بالنسبة للعمليات العسكرية وكذلك أيضا القتال الذي اقتربنا فيه من اليوم 50 على التوالي والذي يتواصل بين الطرفين، وكل طرف ما يزال يتحدث عن أنه يسيطر على المواقع الاستراتيجية. أذهب بك إلى الحدث الأهم في هذا اليوم، هو حدث العقوبات التي فرضتها الخارجية الأمريكية على عدد من الشركات، وهي عقوبات اعتبرها عدد من الخبراء هنا وخصوصا الخبراء الاقتصاديين أنها عقوبات اقتصادية، باعتبار أن الشركات التي ذكرت في هذا البيان الأمريكي هي شركات متعلقة بتمويل الطرفين بالنسبة لقوات الدعم السريع. شركة الجنيد للأنشطة المحدودة هذه واحدة من الشركات التي يملكها وكذلك يرأس مجلس إدارتها الفريق
الصديق عبد الرحيم دجلو وهو قائد ثاني قوات الدعم السريع، وهي واحدة من الشركات حياة التي تعمل في مجال تنقيب الذهب، حيث كانت تعمل بمنطقة جبل عامر بشمال دارفور، وأيضا تعمل في الآن بمنطقة سنغو، هذه المنطقة أيضا بجنوب دارفور غربي السودان. كذلك منظومة الصناعات الدفاعية التابعة للجيش السوداني، وهي واحدة من المنظومات التي تعمل على صناعة الذخائر وكذلك صناعة الأسلحة وكذلك صيانة الطائرات وغيرها من الأسلحة التي تساهم في تعضيد الجيش من حيث العمليات العسكرية. طبعا يديرها الفريق أول مرغني إدريس. شركة أصيلا بشأن فعالية هذه العقوبات، السودان له باع طويل مع العقوبات، وازدهرت صناعات الجيش وغيرها من الصناعات المتعلقة بالصناعات العسكرية حتى في ظل هذه العقوبات. وبالتالي هنا يطرح التساؤل الذي سنناقشه الآن مع ضيفي في الاستوديو الذين ينضموا إلينا تباعا، حول مدى فعالية هذه العقوبات وكآلية للضغط على الأطراف لأجل العودة مرة أخرى لطاولة المفاوضات ووقف هذه الحرب. شكرا جزيلا الزميل محمد عمر، وبالتأكيد سنستمر معك في متابعة التطورات لحظة بلحظة. ينضم إلينا في الاستوديو حمزة بلول، وزير الثقافة والإعلام بحكومة عبد الله حمدوك. سيد حمزة، مرحبا بك. مرحبا بكم، مرحبا جزيرة ومشاهدين جزيرة مباشر. سعادة الوزير، إذن عقوبات اقتصادية وتلويح بمزيد من العقوبات من قبل وزير الخارجية أنتوني بلينكين تحت عنوان لتوضيح وجهة نظرنا، كيف تنظر إلى هذه العقوبات التي تم الإعلان عنها اليوم وتوقيت هذه العقوبات تحديدا الآن؟ بعودة قليلة إلى انقلاب 25 أكتوبر، قرر الكونغرس وكان في توافق كبير جدا بين اعضاء الكونغرس انه ينزل عقوبات مباشره على قائدي الانقلاب اللي هم البرهان وحميتي. لكن الاداره الامريكيه كان عندها وجهه نظر اخرى، انه يعني تعطي مساحه اكبر للحل السياسي انه يحصل. وتقريبا ده اللي خلى في الاخر اقتراع عقوبات فقط في قوات الطوارئ، لم ينزل يعني لم تكن عقوبات بالشكل الامثل وذهب المسار. لكن الحرب اضعفت هذا التيار الذي يقول ان العقوبات قد تؤثر بشكل سلبي على المسار النهائي. الان الرئيس بايدن واضح جدا في انه هذا الخيار هو الاساس، وقبل فتره قليله وضع القرارات التنفيذيه موضع التنفيذ. الكونغرس متضامن بشكل كبير في انزال عقوبات مباشره. طيب تأثير شنو على السودانيين الموجودين في وقلها الذين يقودون الحرب؟ التأثير كبير جدا، مع انه هذه العقوبات هي إشارة، لكن إشارة انه حنضرب مراكز التمويل. الأربع شركات اللي بتحدث عنها القرار هي أربع شركات مؤثرة بشكل كبير على الطرفين. الجيش يعتمد على صناعات دفاعية في تمويل حركته، الدعم السريع يعتمد على شركة الجنيد بشكل أساسي في تمويل قواته. فبالتالي هذه العقوبات إشارة، لكن إذا لم ينصاع الطرفين لإرادة السلام والبحث عن حلول سياسية، واضح أن العقوبات حتمشي بشكل أكبر. تقدير نحن كسودانيين أن الحرب أثرت بشكل كبير على حياة الناس بشكل لا يمكن تصوره. المجاعة أقرب مما تصور أي منظمة أو أي شخص مرتبط بالقضية. السودان الآن على أبواب كوارث كبيرة. الأفضل من الطرفين أن يمشوا مباشرة إلى الجلوس مرة أخرى للتفاوض الجدي الحقيقي لحل القضية. ولكن يعني سعادة الوزير، اسمح لي بربما الوقوف على الطرف الآخر منك من في هذه النقطة. البحث عن أهداف القائدين العسكريين من هذه الحرب يجيب على سؤال إن كانت هذه العقوبات بالفعل فاعلة إلى هذا الحد أم لا. المكاسب التي سيحصل عليها أي من الطرفين في حال فاز بهذه الحرب هو سيفرض إرادته ليس فقط على الطرف العسكري الآخر، بل على المشهد السياسي السوداني بكامله. هل هذه العقوبات تصعب عليهما تكلفة الحرب لدرجة أن ينصاع ويعود إلى طاولة المفاوضات ويقبل بما تطالبه به الولايات المتحدة الأمريكية؟ في 25 أكتوبر 2021 كنا حكومة انتقالية نعمل مع بعض شركاء،
هم أخذوني للمعتقلات مباشرة وانفردوا بالمشهد، لم يكسبوا أي شيء، خسارات متتالية إلى أن انصاعوا وجلسوا للحوار مع القوى المدنية، وصلنا إلى صيغة العملية السياسية اللي أفضت إلى الاتفاق الإطاري اللي وقعوا عليه الطرفين بشكل مباشر. الذي طبعا أنا في تقديري الشخصي أنه في استحالة، لأنه متابع القضية من زمان، في استحالة في طرف يحقق نصر، حتى ولو دمروا البلد حيكون الاثنين موجودين على جثة السودان. لكن في حال أنه في طرف تمكن من أنه يفرض إرادته بشكل أو بآخر حيكون طرف منبوذ. والبشير كان بيحكم منفرد، كان لا يستطيع أن يغادر إلى دولتين أو ثلاث دول، سافر جنوب أفريقيا وأتى مهربا إلى السودان، فما في مكاسب، وهم الاثنين بيدروا تماما أنه ما يحققوا أي مكاسب. الحرب بيغودوها الخريجي السجون أو الهاربين من السجون الآن، الذين كانوا يغودون المشهد في 30 سنة قبل الثورة، هؤلاء الذين يغودون المشهد هم أصلا فجروا الحرب للخروج وإدارة المشهد. لكن السودانيين منتبهين كمواطنين، والعالم برضو المتابع منتبه، المجتمع الدولي بشكل عام منتبه. ما أعتقد أمام قائدين الانقلاب في الأول والآن الذين يقودون الحرب، ما في خيار أمام غير الذهاب بجدية إلى التفاوض. نعم، إن كان الحديث عن التفاوض يذكرنا أو يعيدنا إلى الحديث عن الاتفاق الإطاري، فالسؤال هنا الآن، حتى وإن نجحت هذه العقوبات في إعادة الطرفين إلى طاولة التفاوض أو جلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات ويعني البدء في هذا المسار والوصول إلى نهايته، ما هو شكل العملية السياسية أو ما هو شكل المشهد السياسي الذي من المفترض أن يتم الاتفاق عليه بعد أن أصبحت القوى السياسية على الهامش تماما في هذه الحرب؟ أي حرب طبعا بتهمش السياسة بتقدم العسكر، لكن العودة إلى طاولة التفاوض لابد أن يعيد المدنيين للمشهد. الاتفاق الإطاري هو كان صيغة حل، لو الآن عدنا للبحث عن حل حنجد الاتفاق الإطاري، هنا غش القضايا الرئيسية، خاطب القضايا الأساسية في البلد وأهم قضية اللي هي تعدل الجيوش. الاتفاق الإطاري وضع في المسار الصحيح، وتوافق الطرفين البرهان وحمي توقعوا على ورقة اللي هي قدمتها القوى المدنية، ورقة أسس مبادئ الإصلاح الأمني والعسكري، وافقوا على فترة الدمج، وافقوا على أربع قيادات من الجيش وقائدين من الدعم السريع شكلوا هيئة القيادة. في كل الاتفاق الإطاري كان الاختلاف الوحيد هو النقطة التي تقول من يقود هيئة القيادة فقط. الجيش كان بيفتكر أن القائد العام هو المفروض يكون قود هيئة القيادة، الدعم السريع كان يعني بيرى أنه مفروض الرئيس المدني هو الذي يقود هذه الهيئة. هذا هو الاختلاف الوحيد. نعم، ولكنه ليس اختلاف بسيط سعادة الوزير، هذا الاختلاف أدى إلى نشوب هذه الحرب حتى ولو كان هو السبب الظاهري. هذا اختلاف مفاده، إن كانت الرئيس المدني هو الذي سيقود فهناك جيش القوات المسلحة السودانية يقودها البرهان، وهناك جيش آخر قوات أخرى يقودها الرئيس المدني، هذا ليس اختلافا بسيطا. أحسنت في ذكر أنه قد يكون سبب ظاهر، وفعليا هو سبب ظاهري، لأن القضايا التي نوقشت وتم التوافق عليها كانت أعمق وأكبر بكثير من هذه القضية التي تم الاختلاف حولها. الرئيس المدني أو القائد العام للجيش قيادتهم للمرحلة المقبلة عسكريا لم تكن ذات أثر كبير. الخلاف الحقيقي يتمثل في أنه الطرفين حولهم وفي داخلهم في مفاصلهم في مجموعات مؤثرة من قيادة النظام البائد العسكريين في الطرفين، دي نقطة مهمة، هم اللي بيأثروا على هذا المسار. الحل الأساسي أنه القائدين ينظروا أول حولهم من يعيق الذهاب إلى الحل النهائي الجذري لهذه القضية. أنا أعتقد إذا نظر الفريق المرهان والفريق حميتي حولهما تماما واستبعدا كل العناصر التي ترغب في الاستمرار في الحرب ستمكنا من تجاوز العقوبات، وهذا ليس الأساس. الأساس أن يتحركا من الضمير،
إنه هذا الشعب يتعرض لمآسي، هذا الشعب في طريقه إلى المجاعة، هذا الشعب يموت بأمراض لا تقتل إلا في عصره قبل قرون، الآن يموت بها لأنه ما في أي علاج في السودان. الآن الخرطوم نفسها فيها 3-4 مشافي تعمل وما بتعمل، لا فيها عدد بتاع عدد أطباء كوادر طبية معقول، ولا فيها علاجات حتقدمها للناس. نعم، ولكن عندما يتحدث كل من القائدين بشأن هذه النقطة، هذا يتحدث عن جلب الحكم المدني للسودان على يعني فوهات البنادق، والآخر يقول إن هذا هو الذي تمرد ويريد أن يختطف السودان بطريقة ما أو بأخرى. وربما هذا طرح نعاود العودة إليه مرة أخرى، ولكن بعد أن نذهب إلى ضيفنا الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم، هشام الشواني الأمين السياسي لحركة المستقبل والناطق باسم مبادرة نداء أهل السودان. سيد هشام، مرحبا بك. يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد هشام الشواني، وسنعاود بالتأكيد محاولة الاتصال به مرة أخرى. عد إليك سعادة الوزير، يعني مسألة أن ينظر أي من الطرفين إلى ضميره ثم يتحدث، يعني لا أعتقد أن يعني أو لا يمكن والحديث عن فرضية أن أحدهم يقود هذه الحرب بعيدا عن ما يعتقده داخليا. العودة إلى الاتفاق الإطاري من وجهة نظرك، هل فعلا ما زالت ممكنة؟ ألا يجب النظر لهذه المرحلة أن هذا الاتفاق بالفعل تجاوزته الأحداث وتجاوزه الزمن، ولا بد من رؤية مغايرة لواقع السودان السياسي؟ هو ليس هناك رؤية مغايرة، الاتفاق السياسي خاطب القضايا الأساسية، لكن ممكن النظر إلى رؤية متقدمة. نعم، لا بد من حل سياسي. اسمح لي بالاعتذار منك، أنت تعلم طبيعة الأوضاع فيما يتعلق بالاتصالات من السودان. سنأخذ هذا الهاتف، وهو ضيفنا الفريق فتح الرحمن محي الدين، قائد القوات البحرية السودانية الأسبق. وأرحب بك الفريق فتح الرحمن. يعني اليوم أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حزمة عقوبات اقتصادية على الطرفين، على قوات الجيش وعلى قوات الدعم السريع، سواء من خلال الشركات وخلال أيضا تلويح ربما بتوقيع عقوبات مباشرة على الأطراف التي سماها بلينكن تعرقل أو تقود السودان إلى الاتجاه الخاطئ. كيف تبعت ذلك؟ التحية لك والتحية لسادة المشاهدين وضيوفك الكرام. وحقيقة يعني الواحد يأسف جدا لهذا القرار من الإدارة الأمريكية. يعني للأسف الإدارة الأمريكية لا زالت تقيم الأوضاع بطريقة خاطئة. يعني ما سامي دي. سامي الفريق فتح الرحمن، إذن أنت تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية قيمت الأمر بطريقة خاطئة، ما هي الطريقة الصحيحة إذن إن كانت الحرب حتى هذه اللحظة يعني ما زالت بشكل يومي ترتكب الانتهاكات بحق المدنيين، والسودانيين أصبحوا ما بين نازح ولاجئ ومشرد؟ الفريق فتح الرحمن، نعم يبدو أننا مرة أخرى فقدنا الاتصال بالفريق فتح الرحمن. يعني مشاهدينا، الأخبار المتعلقة بطبيعة الاتصالات وخاصة اتصالات الهاتفية واضحة، لا نحتاج إلى مزيد من التأكيد عليها. عضو لك سعادة الوزير، كنا نتحدث عن الاتفاق الإطاري وكنت تقول إن الواقع السياسي السوداني الآن ليس مغايرا. لو أعلق على الاتصالات التي فشلت مع ضيفيك، هذه واحدة من كوارث كثيرة في الخرطوم الآن وفي السودان بشكل عام. السودان الآن الخرطوم ليس فيها كهرباء في معظم الأحياء، في أغلب الولايات ما في كهرباء، الماء نادر جدا والناس بتعاني معاناة كبيرة، الصحة، بالإضافة لهذه الاتصالات التي لا يمكن التحكم في جودتها، أو نحن أيام ما بنحصل الأسر والناس بتعامل معهم على مستوى العمل. فنعود إلى الاتفاق الإطاري. الاتفاق الإطاري ليس كلاما منزلا، الاتفاق الإطاري هو صيغة خاطبت القضايا الرئيسية في وقتها وكان إيجابيا في تقديري. الآن الحرب مستجد مهم ومستجد رئيسي لابد أن يؤثر على المسار، لكن المهم هو عودة المدنيين للنقاش حول القضايا، وهذا المهم. ليس هناك جهة تمسك بالاتفاق الإطاري باعتباره هو ليس هناك غيره، لا هو محاولة وكان فيها جهد مقدر وجهد جيد وفعليا عالجت أغلب القضايا، لكن
أي ملاحظات على المحتوى، على محتوى الاتفاق الإطاري أو حتى على من كان يشارك في الاتفاق الإطاري وغيره من كان حول خلاف، هي قابلة للتفاوض. المهم العودة إلى طاولة النقاش، الطرفين العسكريين والطرف المدني، اللي هم بدون مدنيين لا يمكن يكون المستقبل للسودان على الإطلاق. هذه نقطة تحتاج إلى مزيد من النقاش سعادة الوزير، ولكن اسمح لي بأن أرحب بضيفنا الذي ينضم إلينا عبر الإنترنت من واشنطن، السفير ثيموني مايكل كوني، السفير الأمريكي الأسبق في السودان. سعادة السفير، مرحبا بك. واليوم أعلنت واشنطن حزمة عقوبات اقتصادية على طرفي الصراع في السودان. هل هذه العقوبات فعلا قادرة على ردع الطرفين وإعادتهم وجلبهم إلى طاولة المفاوضات والتوقف عن انتهاك حقوق المدنيين والذهاب قدما إلى مفاوضات سياسية تؤدي إلى وقف إطلاق النار النهائي؟ أعتقد أن ذلك هو المطلوب، لكن هناك شركات تم تسليط عقوبات عليها تتعامل مع قوات الردع السريع وكان ذلك هدف حميتي، وهناك أحد أفراد عائلته يدير بعض الشركات والصناعات. بالإضافة إلى ذلك، وهذا جدير بالاهتمام، هناك عدد من القادة العسكريين الحاضرين والقدامى في عهد البشير وضعت قيود عليهم، والخطوة الأولى، وربما يكون هناك بعد ذلك عقوبات أكثر شدة، وينبغي أن يتم التنسيق لاتخاذ إجراءات مع الاتحاد الأفريقي ومع جيران السودان أثيوبيا ومصر. طيب سعادة السفير، هل يبدو لك أن الولايات المتحدة الأمريكية تأخرت حتى هذه اللحظة؟ يعني نحن تحدثنا تقريبا عن 9 هدن، فشلت هذه الهدن جميعها في الالتزام بتوفير ممرات إنسانية آمنة وإعطاء مساحات آمنة لعمل الأطباء وغيرهم. هل تأخرت الولايات المتحدة الأمريكية في هذه العقوبات؟ هناك دائما إمكانية لأشياء كثيرة، ومثل هذه التعابير، هناك تعامل مع الوضع الحالي وذلك هو المهم. إذن جميع هذه العقوبات سوف تساعد في تركيز موقفي حميتي والبرهان للتفكير في مصلحة الشعب السوداني، هذا هو المهم. وربما أن هذين القائدين عنيدان ويعتقد كل منهما أنه يمكن أن يفوز عسكريا، ولكن الشعب هو الذي يعاني. نعم سعادة السفير، يعني كلانا يعلم أن هناك نوع من أنواع الارتباطات والدعم التي تقدمه بعض الدول الإقليمية لموقف كل طرف من الطرفين المتحاربين الآن. إلى أي مدى الولايات المتحدة الأمريكية جادة في الضغط على شركائها من المنطقة العربية الذين يدعمون أو يشكلون ظهيرا داعما للأطراف المتحاربة في هذه اللحظة؟ هذا مثال جيد لاعتماد الولايات المتحدة على الأصدقاء والحلفاء في المنطقة. هناك محادثات ما تزال مستمرة، والوفدان ما يزالان في جدة، وهذا يعطي أملا صغيرا أو ضعيفا في استئناف المحادثات المتعلقة بتقديم المساعدات الإنسانية. هناك بلدان أخرى
ربما هي غير متحمسة، خاصة فيما يتعلق بدعم العقوبات عندما ننظر إلى تعليقات الدول المنطقة من أجل دعم هذه العقوبات، وربما تفرض هي نفسها أيضا بعض العقوبات حتى تقنع الطرفين بالعودة للمفاوضات. في ظل خروج الجيش في هذه أو قيادة الجيش في هذه اللحظة عن طاولة المفاوضات والاعتراض بشكل واضح وصريح على عدم التزام قوات الدعم السريع أو قيادة الدعم السريع بما تم الاتفاق عليه في اتفاق جدة، ما هي الآلية التي من الممكن للولايات المتحدة أن تستخدمها لأجل إجبار الطرفين على الأقل بالالتزام باتفاق جدة الذي تم توقيعه؟ الخطوة الأولى هي وزارة الخزينة التي تفرض عقوبات على الشركات التي ذكرناها، وثانيا وضع قيود على أسماء وشخصيات ومسؤولين في القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والذين كانوا في عهد البشير. هذه الخطوة ينبغي أن تتم، والبلد والمسؤولون العسكريون ينبغي أن يضغطوا على حميتي والبرهان لكي يعود إلى المفاوضات. نعم، سؤالي ربما الأخير إليك سعادة السفير متعلق بآلية المراقبة. البعض يتحدث عن أن آلية المراقبة المستخدمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية حتى اللحظة هي قاصرة على بالفعل رصد كافة الانتهاكات وتحديد الأطراف المسؤولة عن هذه الانتهاكات، وخاصة في ظل عدم وجود أفراد تابعة لهذه الآلية على الأرض وعدم وجود حرية حركة لهؤلاء الأفراد كذلك. أنا أتفق معك تماما، ولست متأكدا ما هي هذه الآلية، آلية المراقبة. ينبغي أن يكون هناك مسيرات وأيضا مراقبة المكالمات الهاتفية التي تسجل الأعمال العسكرية في أحيائها. أعتقد أن هناك رصدا لهذه المخالفات والانتهاكات، وقد تناقصت وأمكن تقديم إيصال بعض المساعدات، لكن المشكلة تظل متعلقة بالقائدين اللذين يستمران في الحرب بدلا من القيام بواجبهما. نعم، شكرا جزيلا سعادة السفير ثيموني مايكل كورني السفير الأمريكي الأسبق في السودان، كنت معنا عبر إنترنت من واشنطن، لك جزيل الشكر. عودوا إليك مرة أخرى سعادة الوزير، يعني بالتأكيد تبعت ما قاله السفير فيما يتعلق بفعالية هذه العقوبات وأنها خطوة جيدة لدفع القائدين إلى إنهاء أو على الأقل الجلوس مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات والالتزام باتفاق جدة والمضي قدما. كنا نتحدث قبل ذلك عن الاتفاق الإطاري، وكنا نتحدث عن مرونة ربما هذا الاتفاق ليستوعب الأطراف مرة أخرى. كانت هناك مشكلة متعلقة بالأطراف المدنية التي اعتمد عليها هذا الاتفاق، وكانت جزء بالأساس في دفع الأطراف إلى الصدام بشكل نهائي. كيف تنظر إلى ذلك؟ الأطراف تم تحديدها بتوافق العسكريين اللي هم الدعم السريع والجيش والمدنيين والثلاثية والرباعية، كل الناس كانوا شهود على تحديد الأطراف، لذا لم يكن هناك اختلاف. كان هنالك بعض الأطراف يريدون أن يلحقوا معهم، يضيفوا أطراف تتبع لهم بشكل أو بآخر، وهذه كانت هي نقطة الاختلاف.
وقد تثار مجددا هذه النقطة. لكن تحديد نفس لكن تحديد الأطراف لم يكن هو في نفسه موقع الخلاف. هذه رقم واحد. اثنين، كل القضايا الآن مفتوحة للنقاش في تقديرنا أنه كسودانيين فقدنا الكثير ولا بد من النظر للقضايا بجدية. أنا أعتقد أنه الرسائل التي أرسلها البرهان في آخر خطاب والتي أرسلها عبد الرحيم دقلو في آخر خطاب هي سرعت بالتفكير في العقوبات، لأن هي فعلا كانت رسائل سلبية وكانت بتشير أنه ماشيين في اتجاه الحرب. اسمح لي فقط بنقل هذا الخبر العاجل الذي يردنا الآن عن وكالة الأنباء السعودية، تقول الرياض وواشنطن يعربان عن قلقهما إزاء الانتهاكات الجسيمة لوقف إطلاق النار وإعلان جدة من قبل القوات المسلحة السودانية والدعم السريع. إذن الرياض وواشنطن يعربان عن قلقهما إزاء الانتهاكات الجسيمة لوقف إطلاق النار وإعلان جدة من قبل القوات المسلحة السودانية والدعم السريع. هذا الخبر العاجل يصب في نفس النقاش الذي كنا نتحدث عنه، ولكن استمرار المساواة بين الطرفين قوات الجيش المسلحة وقوات الدعم السريع على الرغم من أن كل طرف من الأطراف لديه توصيف مختلف للطرف الآخر، قيادة الجيش تعتبر قوات الدعم السريع قوات متمردة تتمركز وسط المدنيين تقتحم المستشفيات وتتمركز داخل المستشفيات، وعلى الطرف الآخر قوات الدعم السريع تعتبر أو تسمي قوات الجيش قوات انقلابيين. كيف تنظر إلى ذلك؟ الصحيح بشكل عام أن نعتمد توصيف الطرفين لبعضهم في وقت السلم وليس في وقت الحرب. عندما كان الطرفين في وقت السلم كان الجيش يصف الدعم السريع بأنه خرج من رحم القوات المسلحة، وقادة الدعم السريع دائما يقولون أنهم إخوة للقوات المسلحة ويعملون على دعمهم، وأنهم لن يكونوا صنوا للجيش أو يحاولوا الانتقاص منه. هذه حقيقة توصيف الطرفين لبعضهم البعض أثناء السلم. الآن في وقت الحرب من الطبيعي أن يصدر البعض هذه الأوصاف، لكن شرعية أو دستورية الطرفين الآن هي مرتبطة بالقتال أكثر مما هي مرتبطة بالحقيقة الدستورية والشرعية لهم. الدعم السريع طلع بقانون، ولكن سعادة الوزير حمزة، يعني إن تم اعتبار هذه القاعدة والبناء عليها، فمثلا عندما ما أسميته قبل قليل بانقلاب 25 من أكتوبر، قبلها بأيام كانت القوى المدنية قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي التي كانت هي عماد الشراكة وفقا للوثيقة الدستورية كانت تسمي قوات الجيش وكانت تسمي قيادات الجيش بشركاء المرحلة الانتقالية، ثم بعد أيام سمتها بالانقلابيين، والعكس بالعكس، الجيش سمى القوى المدنية بالمختطفين للديمقراطية وغيرها. فهناك توصيفات وتسميات تنتج عن تغير الأوضاع. هذه التوصيفات التي تمت هي توصيف كان لحال الانقلاب نفسه، عندما كانوا شريكين حقيقيين بنص الوثيقة الدستورية التي كنا نعمل على أساسها، كانت تدين كلنا تدين الشرعية، لم نكن لدينا شرعية غير هذه الوثيقة الدستورية وثورة ديسمبر التي أتت بكل المشهد الجديد. الطرفين العسكريين الدعم السريع والجيش قاما بالانقلاب وأصبح هذا التوصيف هو الأساس. لكن على المستوى الأمر الواقع في يونيو اللي بعد أشهر بعد خروج من المعتقلات وكل القضايا السياسية التي شغلت المشهد بالرغم من ارتكاب جرائم حقيقية في حق السودانيين، جلست القوى المدنية مع الأطراف التي عملت انقلاب وبدأنا النقاش حول مستقبل السودان. الواجب الآن أن ينظر الطرفين لبعضهم البعض كشركاء في السودان وفي مستقبل السودان بقليل من التفكير في المشهد الكلي. لو استمرت هذه الحرب أسابيع وليس أشهر لن يكون هناك للسودان أي قوة حقيقية يستطيع البلد أن يدافع عن نفسه في أي تحدي يواجهه من خارج المشهد أو من داخله. حتى لو العصابات التي الآن تسيطر على المشهد والمتفلتين سيصبحون قوة مؤثرة، لأنك أنت فقدت أهم قوتين في البلد. الأفضل العودة إلى التفكير في الدمج المتدرج للدعم السريع والجيش مع بعض اللي هو في قوات المسلحة السودانية، وإعادة تأهيل والتدريب والتسليح والعقيدة الجديدة. هذا هو الحل النهائي لمشكلة السودان.
سأعود إليك بعد قليل بنقاش حول هذه النقطة، هل ما زال بالإمكان للقوى المدنية أن تضع رؤيتها على الطاولة بعد هذا التغير في المشهد السوداني؟ ولكن دعني أرحب بضيفي الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة، مبارك أردول، الأمين العام لقوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية. سيد مبارك، مرحبا بك. سيد مبارك، اليوم تم إعلان فرض عقوبات من قبل واشنطن على كلا الطرفين، قوات الدعم السريع وقوات الجيش، لأجل دفع الطرفين للاستجابة للعودة إلى اتفاق جدة والالتزام بهذا الاتفاق، وربما المضي قدما لأجل وقف شامل لإطلاق النار. كيف تابعت ذلك؟ طيب، أولا شكرا جزيلا لك وللمشاهدين ولضيفك الكريم. صراحة تابعنا أن هناك عقوبات اليوم أعلنتها الإدارة الأمريكية على أطراف الصراع في السودان، على القوات المسلحة وعلى الدعم السريع، وخاصة المنظومة الصناعات الدفاعية وشركة الجنيد وكذلك شركة أخرى. هي طبعا العقوبات معروف فيها واحدة من الآليات بتاعة الضغط التي تمتلكها دائما الأطراف، ولكن أعتقد أنه بما أن لها تأثير، طبعا ما في شك في ذلك، لها تأثير خاصة في من جانب قوات الدعم السريع، فيكون لها تأثير بالغ في طريقة العمل وطريقة التفكير وكذلك الاقتصاد السياسي لقوات الدعم السريع. ولكن يعني كان مبكرا جدا هذه العقوبات استخدمت من الجانب الأمريكي، كان يعني التدرج فيها أو التلويح بها كثيرا كان لربما يحقق الأغراض، ولكن إلغاء كل الكروت في وقت واحد سوف يجعل يعني قد تعيق عملية التوصل لحلول. ولكن يعني نحن بنرى أنه يعني الأفضل أنه الأطراف توصل لاتفاق بقناعة وبإرادة أساسية ونابعة منهم مباشرة، أنه يعني الطريق الوحيد لأن يصل السودانيين لحلول هي أن يكون لديهم منظومة أمنية واحدة، والمنظومة الأمنية الواحدة هي الشكل الحديث لأي دولة، أو حتى إذا كانت يحكمها نظام شمولي أو نظام عسكري أو نظام ديكتاتوري أو نظام ديمقراطي، ففي النهاية لازم تكون المنظومة الأمنية منظومة موحدة، قوات مسلحة واحدة بعقيدة قتالية وطنية واحترام للسيادة الوطنية واحترام للتوافق أو للدستور. ولكن سيد مبارك، يعني وأنت تقول كان من المبكر جدا استخدام العقوبات على الطرفين في هذه المرحلة، وأن كنت تفضل لو أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت العقوبات بشكل تدريجي، يعني الصراع مستمر لأكثر من شهر وتقريبا ونصف الآن، تسعة هدن متتالية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وبرعاية المملكة العربية السعودية، اتفاق تم توقيعه، ورغم كل ذلك لم تحترم الأطراف اتفاقات إطلاق النار، لم يستطع السودانيين سواء في الخرطوم أو في غيرها من المناطق أن يتنفسوا الصعداء، لم يتم احترام لا حقوق لا المرضى ولا حتى القتلى المدنيين في يعني دفن كريم وإجراءات دفن كريمة. يعني إلى متى تريد من الولايات المتحدة الأمريكية أن تنتظر؟ والله طبعا صحيح، الجرائم التي ارتكبت قد تكون أبشع من الطريقة التي تحدثت بها، قد تكون أسوأ بكثير، ولكن يعني من حيث لحلول ودفع الأطراف للتوصل لحلول، فالوسيط دائما يمتلك ببعض الكروت المهمة، واللي هي منها كروت العقوبات، واستخدامها يكون بالتدرج، يعني حتى تسهم في مسألة الحلول. يعني أنت لا تذهب الخطوة الأخيرة، يفرض خطوة العقوبات بهذا الشكل هي الخطوة الأخيرة في حالة التوصل لقناعة كاملة أن هذا الأمر غير ممكن، بعدها هو يكون إلغاء آخر الكروت. ولكن لا بأس، يعني قد تدفع هذه العقوبات، وأنا أخشى ما أخشاه هو التمترس، يعني بعد نفاذ هذه العقوبات خلاص يغلق الطريق أمام، بدل ما كانت تدفع للحلول سوف تدفع للأطراف للتمترس خلف القضايا باعتبارهم قد فقدوا كل شيء. هذا هو التخوف الذي يعني يعتريني، أنه كان يجب أن يكون متدرجا، يعني خطوة بخطوة، وتدفع الأطراف وتهذب السلوك بتاع الأطراف. يعني هي القرض الأساسي من العقوبات هي تهذيب سلوك الطرف الملغي عليه العقوبات، ولكن إذا أنت يعني ألغيت له كل
أن ما بيدك فسوف تكون في الانتظار يعني منتظره وما سيبدر منه. يعني إذا كان بداية بهذه العقوبات المخيف أنه الخطوات التي سوف تعقبها سوف تكون أكثر يعني تطرفا ولربما تسحب لخيارات لن يقبل بها السودانيين منها تدخل وغيرها من الإجراءات. فلذلك يعني المهم الآن نحن نرى أن القبول أو تنفيذ البنود بتاع الاتفاق الذي تم في جدة خاصة إخلاء مساكن المدنيين وإزالة الطرقات الحواجز على الطرقات وأيضا إزالة الخروج من المستشفيات والمواقع المدنية مثل الكهرباء أو مواقع المياه وغيرها هي قضية أساسية كان يجب على طرف الدعم السريع الالتزام بذلك حتى لا يعني يجبر القوات المسلحة للخروج أو لتعليق مشاركتها في المفاوضات. يعني في النهاية هذا القناعة كان يجب أن تصدر يعني داخلية داخل قوات الدعم السريع لأن يعني هنالك يعني قضية أساسية يجب الالتزام بها وهو اتفاق وقعه كان على أمام شهود وأمام دولة مثل السعودية مثل الولايات المتحدة الأمريكية كان عليهم الالتزام بما وقعه ولكن الآن ليس لديهم خيار سوى تنفيذ هذا الاتفاق أو انتظار مزيد من الخطوات القادمة. وواضح أن الولايات المتحدة بدخولها هذا دخلت من يعني كما يقول السودانيين دخلت بالتقيل على الطرف خاصة طرف الدعم السريع في بعض بعد العقوبات التي رأيناها اليوم. نعم اسمح لي سيد مبارك بأن أنقل ما أسميته دخلت بالتقيل إلى ضيفي الذي يعود إلينا مرة أخرى الفريق فتح الرحمن. سعادة الفريق فتح الرحمن كما يقول ضيفي الولايات المتحدة دخلت بالتقيل، تعتقد بالفعل أن هذه العقوبات التي وقعتها الولايات المتحدة قادرة على ردع الطرفين، قادرة على إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى وعلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه في جدة؟ أنا كما كنت أقول قبل أن قطع الاتصال أن للأسف الإدارة الأمريكية يعني قراءتها للمشهد خاطئة وتصنيفها للأزمة تصنيف خاطئ. هي تتعامل مع الدعم السريع والقوات المسلحة كجسمين متكافئين وهذا يعني عيب كبير. القوات المسلحة هي القوات الشرعية التي تمثل الدولة الآن وعناصر التمرد هي عناصر إرهابية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني. كان يجب عليها أن تصنف هذه جماعات إرهابية، كان يجب أن تتعامل معها من هذا المنطلق. هذه المجموعات المتمردة أتت لنا بثقافة بوكو حرام، احتلت الكنائس، دمرت دور العبادة، طردت القساوسة من الكنائس، طردت المواطنين من منازلهم، انتزعت سيارات المواطنين من على الطرقات عنوة بتهديد السلاح، انتزعت كل ما غالي ونفيس بيد المواطن بتهديد السلاح. هذا هو الإرهاب بعينه. ماذا تعني كلمة إرهاب إن لم يكن هذا إرهابا؟ هذا هو الإرهاب. وللأسف لم تصنف إرهابا، لم تدان من هذه الجرائم البشعة التي تركبها، والآن تأتي العقوبات وتساوي ما بين القوات المسلحة والدعم السريع، وهذا يعني أمر معيب. القوات المسلحة تمد يدها بيضاء لعلاقات متوازنة مع كل دول العالم بما في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن للأسف الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع القوات المسلحة حتى الآن وكأنها هي التي تخترق الهدن وكأنها هي التي ترتكب الانتهاكات، والقوات المسلحة تشكو مر الشكوى والمواطن يشكو مر الشكوى. القوات المسلحة تلتزم بالهدنة لصحة المواطن، ولكن الدعم السريع في كل مرة هو الذي يتجاوز الهدنة، هو الذي ينتهك الهدنة، هو الذي يروع المواطن، وتضطر القوات المسلحة للرد عليه. ولكن للأسف الآن تأتي الإدارة الأمريكية والقوات المسلحة وكأنها الانتهاكات هي التي أيضا مثلها مثل التمرد تمارس ممارسات بشعة في حق المواطن، وهذا أمر معيب جدا. وأنا أعتقد أن هذا لن يخدم قضية الاستقرار في السودان ولن يخدم حل الأزمة، بل قد يزيد من تعقيد هذه الأزمة. أنا أعتقد أنه يعني على الإدارة الأمريكية وهي الآن وسيط للتفاوض والسعي إلى إيجاد وقف لإطلاق النار عليها أن تراجع نفسها في هذا القرار الذي اتخذته ضد منظمة الصناعات الدفاعية وضد القوات المسلحة السودانية وضد الشخصيات السودانية. أنا أعتقد أنها يجب أن تتعامل مع القوات المسلحة باعتبارها هي الآن السلطة الشرعية في الدولة، ويجب أن تتعامل مع التمرد باعتباره هو عناصر إرهابية خارجة عن القانون. الفريق فتح الرحمن منذ اليوم الأول في اندلاع هذا الصراع وكلا الطرفين
يتحدث عن حسمه للمعركة، يعني منذ اليوم الأول، ليس حتى في اليوم الثاني، هذا يقول حسمنا التمرد، أو يعني قوات الجيش تقول حسمنا التمرد وقضينا عليه نهائيا، وقوات الدعم السريع تقول سيطرنا على القيادة العامة للقوات المسلحة وسنسلم البرهان وسنحاسبه وما إلى ذلك. هذا الخطاب ما زال حتى هذه اللحظة على الرغم مما تقوله أنت الآن، الولايات المتحدة تريد من الدعم السريع الوقف عن انتهاكاته. لو سألتك عن لماذا لم تفلح الولايات المتحدة حتى اللحظة في حسم هذا الصراع وردع قوات الدعم السريع كما تقول؟ يا عزيزتي، إن لم تصنف الداء بشكل جيد لن تجد له الدواء. هذه الأزمة إن لم تصنفها تصنيف صحيح لا يمكن أن تحلها. تصنيف هذه الأزمة هي قوات شرعية تقاتل بالتمرد، هذا هو التصنيف الصحيح. لكن أن تتعامل مع الدعم السريع كأنه جيش موازي للجيش السوداني وتريد أن تحل الأزمة بهذا الشكل لم تتحل الأزمة. القوات المسلحة أؤكد لك أنها في أول 4 أيام كسرت شوكة التمرد تماما، دمرت كل معسكرات التمرد، كسرت القوة الرئيسية للتمرد تماما، والآن التمرد يلفظ أنفاسه الأخيرة. القوات المسلحة مكبلة بجهودا التي تفرض عليها في كل مرة. وأنا أؤكد لك الفريق فتح الرحمن، إن كانت القوات المسلحة كسرت شوكة الدعم السريع كما تقول في 4 أيام، هل تعني بذلك أن من يبقي السودانيين خارج منازلهم ويتسبب في نزوح ولجوء تقريبا أكثر من 1 مليون سوداني ويتسبب في كل هذه المآسي اليومية هي قوات متمردة مكسور شوكتها منذ اليوم الرابع؟ صحيح، هذه القوات عزيزتي دخلت الخرطوم بحوالي 60,000 مقاتل. الآن الذين ينتشرون في منازل المواطنين حوالي 7,000 و8,000 من المتمردين ينتشروا في منازل المواطنين، يحتلون هذه المنازل، يحتلون المستشفيات. إذا غارنا والقوات المسلحة غير قادرة على حسم صراع مع 7,000 أو 8,000، سيحسم الصراع إذا التزمت الوساطة باحترام رغبة السودان في تعليق التفاوض في جدة، وأتاحت الفرصة للقوات المسلحة للتعامل مع هؤلاء الشرازمة الغليلة التي تنتشر في الشوارع. أنا أؤكد لك هذه العناصر سيتم حسمها في أقل من 3 أيام إذا أتيحت الفرصة للقوات المسلحة كاملة للتعامل معها. ولكن في كل مرة القوات المسلحة كانت تلتزم بالهدنة وتكبل أيديها، والمواطن هو الذي يرفض الهدنة لعينك. القوات المسلحة تلتزم بالهدنة لمصلحة المواطن، والمواطن يرفض الهدنة، يقول يجب أن يتم حزم التمرد، لا يمكن أن يكون منزلي محتل وأنت تلتزم بالهدنة. هذا رأي المواطن يا عزيزتي. المواطن الغير قادر على دفن قتلاه أو دفن موتاه، المواطن الغير قادر على قضاء احتياجاته، المواطن الغير قادر على شراء الأدوية، والذي يطالب بعدم الالتزام بالهدنة، وليس بسبب القوات المسلحة، بسبب هذه الأصوات المتلفة. لذلك نقول احترموا رغبة القوات المسلحة، احترموا إرادتنا في أننا نعلق هذا التفاوض لعدة أيام إلى أن تجدوا وسيلة ترغم بها التمرد على الالتزام بما يتفق عليه وبما يوقع عليه. بعد ذلك نعود إلى التفاوض معه مرة أخرى ونعود إلى وقف إطلاق نار دائم. لكن أسمحوا لنا خلال أيام قليل نعمل على تطهير المنازل من هؤلاء الشرازم الذين رفضوا أن يخرجوا. طيلة هذه 47 يوم القوات المسلحة تأمل في أن الالتزام بالهدنة يتيح خروج هذه العناصر من المنازل دون قتال، ولكن للأسف واضح أنهم يتمادوا، يزيدون في احتلال المنازل، يتمددون أكثر، يروعون المواطنين بشكل غير لائق، وبالتالي يجب أن يتم حسمهم بالقوة وليس من خلال التفاوض، لأن التفاوض ثبت أنه أداء غير فاعلة والوصفاء أيضا غير فاعلين. حتى هذه العقوبات التي فرضت على القوات المسلحة، طيب الفريق فتح الرحمن يعني ليس من المفترض أن أتماهى معك فيما تقوله، ولكن اسمح لي بسؤالك. حتى وإن سمح للقوات المسلحة بأن تقوم بعملية الحسم التي تتحدث أنت عنها الآن، كم من الأيام تحتاج الولايات القوات المسلحة لحسم هذا الصراع؟ فنحن لا نعلم متى ستعود إلى طاولة المفاوضات، وربما يمكننا أن نعد معك الأيام. لا مانع، أنا أعتقد أن هذه الخطوة التي اتخذتها القوات المسلحة بهذا الغرض،
لكي تبدا تتعامل بشكل يليق مع ذلك. وانا اؤكد لك رغم ذلك ستتعامل بقوات ذات مهنيه عاليه جدا، قوات متخصصه في مكافحه الارهاب، ستعمل على اجتثاث هؤلاء الشرازم من داخل المنازل بكل يسر وسهوله دون ان تلحق ضرر كبير بالبنى التحتيه ودون ان تلحق ضرر بالممتلكات الخاصه ان شاء الله. قريبا جدا لم تقل لي كم من الايام الفريق فتح الرحمن ولكن شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من الخرطوم قائد القوات البحريه السودانيه الاسبق، لك جزيل الشكر. اعود لك مره اخرى سعاده الوزير حمزه، يعني ربما النقطه التي اثارها فريق فتح الرحمن المتعلقه بتوصيف هذا الصراع، ويقول إنه يجب توصيف الأمر بشكل دقيق حتى يتم التعامل معه وفقا لذلك. هذه قوات شرعية تقاتل ضد قوات تمرد، أنتم لا تسمون الأمر بهذه الطريقة، أنت لا تراه بهذه الطريقة؟ القوانين والدساتير اللي بيستندوا عليها في شرعية وجود البرهان نفسه أو حميتي، كان في قانون اسمه قانون 2017 قانون الدعم السريع سنة 2017، أهم نقطتين فيه في المادة 5 البرهان بقرار ألغاهم. اللي بس النقطتين بيقولوا شنو؟ النقطة الأولى بتقول لحقل رئيس الجمهورية في الزمن ده كان رئيس الجمهورية إنه في أي لحظة يدمج الدعم السريع في الجيش. النقطة الثانية بتقول إنه من حق رئيس الجمهورية وضع القوات المسلحة في حالة الحرب الدعم السريع تحت أمر القوات المسلحة. دي النقطة ألف والنقطة باء. النقطتين في هذه المادة البرهان القائم بقرار، هذه النقطة رقم واحد. عندما أثيرت قضية في الترتيبات الأمنية في اتفاق جوبا أثيرت قضية الدعم السريع، هل هو جزء من الترتيبات الأمنية والدمج؟ خرج إلينا رئيس هيئة الأركان حتى الآن يعمل كرئيس هيئة الأركان وقال الدعم السريع سيكون جزء من القوات التي سيتم الدمج فيها. الدمج هذا حديثه. سعادة الوزير أنا أفهم هذه النقطة تماما، ولكن سؤالي مغاير لذلك ولا يتحدث عن القوانين التي يستند إليها الجيش في تنسيق هذا الشأن، وخاصة أن الفريق عبد الفتاح البرهان بشكل واضح عزل أو يعني أخرج قائد قوات الدعم السريع من منصبه ويسميها قوات متمردة. سؤالي إليك مرتبط بكم أنتم كقوى سياسية مدنية بالمدنيين برؤيتهم للأوضاع الحالية، هل ما زلتم تنظرون إلى قوات الدعم السريع كما كنتم تنظرون لها سابقا على الرغم من الانتهاكات الكثيرة التي نسبت إليها على مدار الأيام منذ بدأ الصراع حتى هذه اللحظة، انتهاكات المستشفيات، انتهاكات منازل المدنيين، عمليات النهب والسرقة التي يتم اتهام قوات الدعم السريع بها، هل ما زلتم تنظرون إلى هذه القوات بهذه الطريقة؟ الطرفين النزاع يرتكبان كل ثانية جرائم حرب بحسب مراقبتنا ومتابعتنا. هناك احتلال للمنازل من قبل قوات الدعم السريع، هناك وجود في مناطق مدنية هذا صحيح، وهناك طائرات طوال اليوم تقصف في المدنيين. أنا ممكن أعدل لك عشرات الأشخاص الذين أعرفهم لديهم في أسرهم مباشرة إصابات من الطيران من المدفعية الثقيلة للجيش وإصابات خاطئة فيهم. ممكن أحسب عشرات الأشخاص الذين أعرفهم الدعم السريع الآن موجود في منازلهم. الطرفين بيرتكبوا جرائم حرب بشكل مستمر، وهذا ليس حلا. نحن ماذا نرى؟ الحل في أنه عشان تقف هذه الانتهاكات تقف الحرب، لأنه قبل هذه الحرب لم يكن واحد من الطرفين، لم يكن الجيش يحلق بدون سبب يضرب المدنيين، ولم يكن الدعم السريع يأسب إلى المدنيين وينتهك حقوقهم. الحرب هي من أفلتت هذان الجيشان من عقالهما وانتشرا في السودان تقتيلا وطردا وإهانة. ولكن في هذه النقطة من يدافع عن موقف الجيش في هذه اللحظة سيقول لك لولا أن قوات الدعم السريع تمركزت داخل بيوت المدنيين وداخل المستشفيات وداخل الأحياء السكنية لم يكن الجيش ليوجه طائراته إلى هذه المناطق. فيعني هي كما نقول البيضة أم الدجاجة؟ طيب أنت وصفتيها، إن هي البيضة أم الدجاجة؟ القوات المسلحة والدعم السريع عندما قررا أن يعني يتصارع مع بعضهم البعض كانا يدريان تماما ووضعا خطط على ما أعتقد أنه في حالة الصراع حيكون الصراع داخل المدن.
فانا ما اقدر افهم تفكير الجيش مثلا، هل كان يتوقع انه عندما يبتدي الصراع مع الدعم السريع او العكس عندما الدعم السريع يبتدي معه صراع، هل سيكون الصراع في الخلاء في مناطق خارج المدن؟ الافضل الحل المتدرج، دمج القوات، الذهاب الى المفاوضات. ليس هناك اي حل اخر او تصور واقعي ومنطقي وعقلاني واخلاقي وانساني غير هذا الحل. شكرا جزيلا الوزير حمزة بلول، وزير الثقافة والإعلام بحكومة دكتور عبد الله حمدوك، لك جزيل الشكر. مشاهدينا، المساء مستمر، وبعد الفاصل وقفة احتجاجية للقضاء في تونس المطالبة بعودة زملائهم المعفيين للعمل، ورئيس المؤقت لحركة النهضة يطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. أين مشي الانتخابات الرئاسية؟ وحط روحك على المحك، خلينا نشوف. تطالبون بانتخابات رئاسية سابقة لو أنا.